كتابي المفضل. أحب آلة التصوير هذه. ابتسم يا رومبا. رومبا، أنت تنظر إلى كتابك منذ الصباح. أنا لا أشبع من النظر إليه، إنه كتابي المفضل. أعرف كم تحبه يا رومبا، ولكني أريدك أن تنظر إلى الكاميرا لآخذ لك صورة. لا بأس، ولكني أبدو أفضل هكذا. استعد يا بلبلة، صورة ثانية. والآن دور رومبا. أوه، ماذا لديك هنا يا رومبا؟ هل تسمح لي؟ إنه كتابي المفضل، فيه شجرة، طائر، ها هي بعض الزهور. رومبا، أهلا بكما. أهلا روزي، ساعديني في العثور على شيء يسلي كمون اليوم بينما أعد فطيرة التوت. وماذا يحب كمون أن يفعل؟ يريد لعبة جديدة، فقد مل كل ألعابه القديمة. انظر، إن فيه كل شيء. أنا أظن أن كمون أحب كتابك يا رومبا. لما لا تعير الكتاب لكمون؟ أعيره؟ حسناً، لكن لوقت قصير. بالطبع، لكن قد يمزقه كمون. سيهتمان به بالتأكيد. عدني أنك ستعتني به. أنا أعدك. والآن ماذا تقول يا كموني؟ شكراً لك. سنعيده لك بعد الظهر وستقرأه قبل النوم الليلة. لقد قمت بعمل لطيف يا رومبا. إنه بأمان مع بينون، وسيعيده لك بعد قليل، لقد وعدك. أعرف، لكن هذا سهل عليك، فهو ليس كتابك المفضل. صحيح يا رومبا، ماذا لو أعرتك آلة التصوير؟ ولكنها المفضلة عندك. أعرف أنك ستعتني بها. تعال، يمكننا أخذ صور للجميع. تذكر يا كموني، هذا أعز كتاب على قلب رومبا، لذا كن حذرا. تماما هكذا. بلطف يا كمون، وعدنا أن نحافظ عليه، تذكر. وأخيرا وقت فطيرة التوت. لنضع كتاب رومبا في مكان آمن، لا نريده أن يشرب عصير التوت. كم هذا لطيف. لا، ماذا فعلت؟ رومبا، انتظر، ربما أستطيع أن أنظفه. اغسل. فكرة جيدة. إنها أنا يا بينون. هل تغسل؟ كتاب. لهذا السبب أنا هنا، رومبا قلق على كتابه، فطلب فكري مني أن آتي وأطمئن عليه. هل هو بخير؟ أوقعته في الفطيرة بالخطأ. وهل غسلته؟ أظنني أزلت العصير. وأزلت الرسوم أيضاً، انظر، لقد محيت تماماً. محيت؟ ماذا سأقول لرومبا؟ لقد وعدته أن أعتني بكتابه. لا تخف، سأعيده كما كان. أغمضا عيونكما أيتها القدرة البلبلية، أعيدي هذا الكتاب
جديدا كما كان. أوبس، غريب، عباراتي البلبلية لا تخطئ. أنا سأنادي روزي، تعرف كيف تتصرف. لن يكلمني رومبا ثانية. ماذا حدث؟ هل كتاب رومبا بخير؟ أم أن كمون مزقة؟ ليس كمون، أنا الذي أوقعته في فطيرة التوت. وعندما غسلته محيت الرسوم تقريبا. مسكين يا رومبا، كم سيشعر بالحزن. لكنها ما زالت تقفز. ولكن ما فائدة هذا من دون صور؟ صور؟ ها هي. لا تقلق يا بينون، أنا عندي فكرة. فعلا؟ بلبلة، هل شغلت رومبا أطول وقت ممكن؟ سيأخذ لي المزيد من الصور. نحتاج إلى غراء ومقص. بينون أنت تقص، وأنا وكمون نلصق. فكرة، لنلعب الغميضة. لعبناها 5 مرات. أين روزي؟ ماذا عن عرض بلبلي؟ لا، أنا أريد كتابي ثانية. رومبا، روزي، أين كنت؟ كنت مشغولة. أحضرنا كتابك ولكن مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ فعلنا المستحيل لإصلاحه. لكننا قمنا ببعض التغييرات. ذاك أنا، ولين. انظروا إليه، ألست جميلة حقا؟ أبدو كنجوم كرة القدم. بل أنا هي النجمة. ما رأيك يا رومبا؟ ليس كما كان. إنه الآن أفضل. إنه كتابي القديم مع صور لأفضل أصدقائي، وهكذا أنتم معي طوال الوقت. شكرا يا بينون. روزي هي صاحبة الفكرة. روزي، هاي، لما لست في هذه الصورة؟ ألوان جميلة، كم أحب الألوان. روزي في غاية اللطف. وماذا عن أول مهمة لي كطائر بريد يا لين؟ لست سيئاً، ها؟ سأبعث لوحة لروزي لأشكرها، انتظرني من فضلك. يمكنك إرسالها إلى تل فكري يا لين. إرسالها؟ لكن أين يجب أن أضعها؟ ألديك علبة كرتون قديمة؟ ساعد بريد! هذا صندوق بريد وليس طبلاً. ما شعورك؟ مرتاح؟ جذر العجوز يدغدغني، لكنني متحمس ولا أمانع. ها هي أول رسالة لك. مرحبا لين، لمن سترسلينها؟ فلتخمن يا فكري. دعيني أفكر. روزي، بينون، كرز، بلبلة، رومبا. أجل، يجب ألا أنسى، لا يمكن إرسال بريد بدون طوابع. تفكير جيد يا لين. وقت إرسال الرسائل. شكراً فكري. شكراً فكري، أحب إرسال أشياء لأصدقائي، فهذا أمتع بكثير من تلقيها. تسعدني خدمتك. كم أتلهف لاستلام رسالتي. ماذا يحدث هنا؟ رسالة لك. ونيس يقوم بإيصال البريد يا بلبلة. إنه أول طائر بريد لنا. ماذا؟ لكنني أطير أفضل منه بكثير، أصلح كطائر بريد أكثر منه. سوف يبدو هذا جميلاً. أفسح الطريق يا لين، فقد جاء صندوق البريد. هذا جميل حقا يا كرز. نعم، فلنرى الآن من سيتلقى رسائل أكثر، أنت أم أنا. هذا يتوقف على عدد الخطابات التي نرسلها.
لا 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 لا. ها؟ طيري 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 إلى أعلى. يا إلهي، مسكين يا رومبا، لو لم أكن مشغولة الآن لساعدتك. لا أحتاج أي مساعدة. من السيء أنها لا تحرك جناحيها. طيري طيري طيري. مرحبا يا ونيس، يبدو أنني صنعت صندوق البريد في الوقت المناسب. تفضل يا بينون. لو كان يوجد طائر بريد هنا فهو أنا. فلتسمحي لي يا بلبلة، كانت فكرتي أنا. لقد كانت فكرة فكري أيضا. دعكما من هذا، الأمر الهام أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة وبسرعة. وأنا أكثر سرعة منك على أي حال يا ونيس. إذن فلنرى هذا، آخر من يصل إلى عش بطة هو الخاسر. ربحت، وصلت هنا قبلك. هذا غير صحيح، أخبريه يا بطة. دعكما من هذا، لقد حطمتما صندوق بريدي. اسمح لي، هناك من لديه مهام بريدية لينفذها. يزورونني الكثيرون منذ أصبحت شجرة بريد. أنا أظن أن صندوقك سيصبح ثقيلا يا فكري. لا مشكلة، أريد فقط أن يتسلم الجميع رسائلهم سليمة. سوف تصلني رسائل كثيرة. وأنا أيضا. أحسنت يا فكري، هذه أفضل فكرة في العالم. أنت لن تأخذهم كلهم، أريد إيصال البعض. هذه لي، أرجوك يا بلبلة لا تزعجيني. بريد بريد بريد، فكري ليس سعيد. لقد نسينا فكري، كانت فكرته من البداية ولم نرسل له أي خطاب. لا تقلقي، سنفعل. ماذا سنفعل يا روزي؟ هيا فلتحضري ورقا وألوانا يا لين. مستعدون؟ واحد، اثنان، ثلاثة، هيا! أوه، ما هذا؟ بريد لي أنا؟ وهذه أرسلت لك من بينون. لم أتلقى رسائل من قبل، هل تساعدينني في إرسال بطاقات شكر؟ بالطبع، أنت أفضل شجرة بريد في العالم كله.